لليوم الرابع على التوالي تتواصل احتجاجات العراقيين التي أشعلها تدهور أحوال المعيشة وانتشار الفساد وتوالى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى. المرجعية الشيعية في النجف دعت من جانبها المحتجين وقوات الأمن إلى تجنب العنف، لكنها أمرت الفصائل السياسية أيضا بالاستجابة لمطالب المحتجين. وأثار هذا التصريح استهجان اللجنة التحضيرية للمظاهرات كون أن الدعوة ساوت بين المتظاهرين وقوات الأمن في استخدام العنف. كما أعلنت اللجنة التحضيرية على مواقع التواصل الاجتماعي تشكيل لجان فرعية لها في عموم البلاد، وأعربت عن خيبة أملها في خطاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي أذيع فجر الجمعة، واتهمته بالتحريض ضد المتظاهرين ومحاولة إطلاق وعود وصفتها اللجنة بالكذب، مؤكدة على استمرار مطالبها باستقالة الحكومة ومن قبلها مجلس النواب العراقي. الأمم المتحدة طالبت الحكومة العراقية بالسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع السلمي بحرية، وذلك بعد استخدام القوات الأمنية القوة بمختلف الوسائل لتفريق المتظاهرين.